زوجة محمد صلاح تبهر الجميع بإطلالتها الأخيرة، تحولت إلى حديث الجمهور من بعد خسارتها للوزن الزائد، وتواجدت إلى جانب زوجها لدعمه خلال تسلمه الجوائز. بهيدي الحلقة رح نحكي عن محمد صلاح وزوجته ماجي صادق. تحولت السيدة ماجي صادق، وهي زوجة لاعب كرة القدم الشهير محمد صلاح، إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما ظهرت إلى جانب زوجها خلال تسلمه جائزتين، جائزة القدم الذهبية وجائزة صانع أفضل الألعاب بالدوري الإنجليزي لهيدا العام. ولاحظ الجمهور أنه السيدة ماجي خسرت وزنها الزايد وظهرت بإطلالة مميزة ومرتبة جداً، إذ أنه ارتدت بنطلون أسود رسمي وبليزر سوداء مميزة، وكانت متواجدة بالملعب إلى جانب بناتها لحتى تشجع زوجها محمد صلاح وتدعمه. وتساءل الجمهور عن سبب خسارتها للوزن الزايد، وخمن البعض أنه ممكن تكون لجأت لعملية تجميل أو عملية تكميم للمعدة، ولكن مدربها الخاص مينا سمير كشف لأحدى مواقع الصحفية أنه السيدة ماجي موجودة بالنادي الرياضي من عام 2018 وبتتبع حمية غذائية مبنية على الطعام الصحي. يشار إلى أنه اسم ماجي صادق صدر محركات البحث عبر جوجل بالساعات الماضية، إذ أنه المتابعين حبوا يعرفوا معلومات عنها، ومنذكر من هالمعلومات انه هي عمرها 26 سنة، عاشت قصة حب مشتعلة هي ومحمد صلاح لمدة 10 سنين، تكللت بالزواج عام 2013، كانوا يدرسوا سوا بنفس المدرسة، هو اتجه نحو الرياضة وهي درست بالجامعة اختصاص البيولوجيا الحيوية، وبالوقت الحالي هي مستلمة إدارة أعمال الجمعية الخيرية الخاصة بمحمد صلاح. بسياق مختلف، واجه لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح انتقادات واسعة من بعد ما خسر فريقه أمام الفريق النيجيري بمباريات كأس الأمم الأفريقية، كما أنه تعرض لهجوم عنيف من بعد ما صرح لشبكة بي أن سبورتس أنه هو أفضل لاعب كرة قدم بالعالم، فاتهموا المتابعين أنه مغرور وبطل عم بيقدر محبة جمهوره.